وطيب بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم مقدم البيج مجانين الكرشيه وتشوكو. ويا بلتي يا بلتي يا بلتي يا بلتي ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. ياه ياه ياه، كانت وحشاني المقدمه دي قوي، وحشوني قوي كلكم يا بنات. بقالي اكتر من 25 يوم ما نزلتش فيديوهات. ميرسي قوي لكل الناس سالت عليا، والاخص الناس اللي من بره مصر اتصلت بيا وكلفت نفسها مكالمات دوليه. ميرسي قوي لكل الناس اللي كلمتني على الواتساب والماسنجر واللي كتبت لي في الكومنتات. ميرسي ميرسي ميرسي. والله انا كنت كويسه، كنت كويسه ومفيش حاجه. رحت رحله بس يوم واحد يا دوبك، منتجع يوم واحد كده، ورجعت الدنيا حطت عليا حتى صودة صودة. بس الحمد لله الحمد لله، بدل جوزي كويس وابني كويس ومامتي كويسه واخواتي وكل حبايبي بره النت وجوه النت كويسين، والله الدنيا وما فيها، الحمد لله يا رب. فالنهارده بقى ايه، قلت اجيب لكم غرزه حلوه. الغرزه ايه؟ 2 في 1، تيجي مره مثلثه ومره مربعه. تقولوا لي ازاي؟ هقول لكم. الغرزه حلوه قوي، لها استخدامات كتير. ممكن تعملي منها شال مثلث، ممكن تعملي منها سكارف، ممكن تعملي منها بندانه، ممكن تعملي منها بطانيه اطفال، ممكن تعملي منها خدديه، ممكن تعملي منها اي حاجه مربعه. جرأة يا عم، انت كان وحشك التصوير انت كمان اهو. شيتوس اهو، الناس اللي بتتصل بيا مخصوص تسال على شيتوس. شيتوس كويس الحمد لله. تمام، اي حاجه مربعه عايزين تعملوها بالغرزه ديت هتتعمل. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملوا لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه، بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها. وكومنت حلو برده عشان ايه، بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل. خدنا النهارده هيمالايا افري داي وابره رقم 4، حامل عقده البدايه واطلع بست سلاسل. تمام، ادي 1 2 3 4 5 6. تمام كده، وبعدين اخد لفه هفوت 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي السلسله الخامسه اخش فيها اعمل 3 عواميد. ادي اول عمود لفه في نفس الغرزه، تاني عمود لفة في نفس الغرزة، تالت عمود. يعني في غرزة واحدة الغرزة الخامسة عملت فيها ايه؟ 3 عواميد. وبعدين اخد سلسلة واخد لفة في هنا غرزة اخش فيها اخر غرزة اللي هي الستة، اروح عاملة فيها ايه؟ عمود بالشكل ده. وكده انتهينا من اول سطر. تمام، وبعدين ايه، اطلع بثلاث 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام، والف الشغل، هاخد لفه اخش في الفراغ هنا بتاع السلسله اعمل ايه؟ 3 عواميد. ادي اول عمود لفه في نفس الفراغ، تاني عمود لفه في نفس الفراغ، تالت عمود. تمام كده، واخد لفه اجي هنا، هنا كنت عامله ايه؟ هنا كان في 4 سلاسل، هخش هنا في الفراغ اعمل برضو ايه؟ مجموعه 3 عواميد. ادي اول عمود لفه في نفس الفراغ، تاني عمود لفه في نفس الفراغ، تالت عمود. وبعدين اخد سلسله واخد لفه في نفس الفراغ اعمل عمود بالشكل ده. يعني اول سطر عملنا مجموعة، السطر التاني عملنا ايه؟ مجموعتين. السطر الجديد حمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، والف الشغل، هاخد لفة اجي هنا في الفراغ اروح عاملة ايه؟ مجموعة من 3 عواميد. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. تمام كده، واخد لفة هنا ما بين المجموعة دي والمجموعة دي في فراغ اخش فيه اعمل مجموعة. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، واخد لفة هنا في مجموعة وفي هنا ايه؟ السلاسل. اروح داخلة في الفراغ اللي قبل السلاسل اعمل مجموعة. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. تمام، وبعدين اخد سلسلة وفي نفس الفراغ اعمل كمان عمود اهو. السطر التالت هتلاقوا ايه؟ 3 مجموعات.
ونكرر، ناخد نطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، والف الشغل اخد لفه هنا في اول فراغ، اعمل مجموعه، ادي 1 2 3 تمام كده، واخد لفه ما بين المجموعه دي والمجموعه دي في فراغ اخش فيه واعمل مجموعه، ادي 1 2 3، واخد لفه ما بين المجموعه دي والمجموعه دي في فراغ اخش فيه واعمل مجموعه، ادي 1 2 3، واخد لفة هنا في مجموعة وفي سلاسل ارتفاع، اخش في الفراغ هنا بتاع سلاسل الارتفاع اعمل مجموعة، ادي 1 2 3، وبعدين اخد سلسلة واخد لفة وفي نفس الفراغ اعمل ايه، عمود هنا اهو في السطر الرابع، هتلاقوا ايه 1 2 3 4 بالشكل ده تمام. نفضل ماشيين على النمط ده، احنا لو فضلنا ماشيين كده في عرض 2.25 متر هيبقى شال مثلث تمام. لو عايزين نعمل بطانية هنفضل طالعين بالتكرار دوت لغاية ما ايه مثلا عرض البطانية 80 سنتي او ايه او متر، ونوقف على كده. انا هطلع شوية بالشغل ونرجع تاني. طلعت بكام سطر بالغرزة عشان تبان في القطعة المثلثة كده، عملنا ايه قطعة مثلثة. عايزة اقول لكم حاجة، يعني هي ايه، اول سطر بيبقى مجموعة، تاني سطر مجموعتين، تالت سطر تلات ايه مجموعات. انا وقفت عند كام سطر، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خلاص هنا لازم يبقى 10 مجموعات، نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. احنا لو طلعنا بنفس التسلسل كده ممكن نوصل لشال، ممكن نوصل لسكارف، ممكن نوصل لبندانة بنفس التزايد. طب انا كده ايه قطعة مثلثة عايزة اخليها ايه مربعة، عند اخر مثلا عايزة اعمل خدادية مربعة، خلاص الخدادية مثلا عرضها ايه 40 سنتي، افضل طلع بنفس التسلسل في التزايد لغاية ما يبقى المثلث من هنا 40 سنتي تمام. وبعدين ابتدي بقى ايه في التناقص تاني، فانتوا عند اخر تناقص عندكم تزايد عندكم هنا في اخر مجموعة كنا بنعمل ايه 3 عواميد سلسلة وفي نفس الفراغ نعمل عمود، لا نعمل 3 عواميد بس تمام. هنبتدي بقى ايه في التناقص، هنطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، احنا دلوقتي القطعة المثلثة دي عايزين نخليها مربعة، طلعنا في 3 سلاسل والف الشغل اخد لفة، مش هنخش هنا بقى، لا نخش هنا في الفراغ دوت نعمل مجموعة، ادي 1 2 3، واخد لفة هنا في الفراغ ده اعمل مجموعة، 1 2 3، واخد لفة هنا في الفراغ هنا مجموعة، 1 2 3 بالشكل ده، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وحامل اخر مجموعة هنا في الفراغ، ادي 1 2 3 تمام كده. وبعدين اخد سلسلة وهنا في اخر فراغ اروح داخل عاملة واخدة لفة واعمل فيه عمود بالشكل كده ده. وكده ابتدينا في التناقص، لو نعدهم بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى كده انا شغالة صح. السطر الجديد بقى اطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، والف الشغل هاخد لفة مش هخش هنا في اول فراغ، هخش في الفراغ اللي وراه وراح عاملة مجموعة، ادي 1 2 3، واخد لفة اخش في الفراغ اللي وراه اعمل مجموعة، 1 2 3 بالشكل ده، واخد لفة اخش في الفراغ اللي وراه اعمل مجموعة، ادي 1 2 3 بالشكل ده، ونفضل ماشيين كده برضو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهنا هعمل اخر مجموعة،
ادي واحد اتنين تلاتة، تمام كده. وبعدين اخد سلسلة واخد لفة هنا في اخر فراغ اخش فيه واعمل عمود بالشكل ده. لو نعد هنا بقى، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يبقى كده بنعمل التناقص. السطر الجديد بقى هطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف الشغل. هاخد لفة، مش هخش في الفراغ ده، هخش في الفراغ اللي وراه، اعمل مجموعة. ادي واحد اتنين تلاتة، تمام كده. واخد لفة اخش في الفراغ اللي وراه مجموعة، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة برضو في الفراغ اللي وراه مجموعة، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده. ودي بنفضل برضو ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت لاخر مجموعة هعملها هنا في الفراغ ده، ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين اخد سلسلة واخد لفة واخش هنا في اخر فراغ اروح عاملة ايه، عمود. نعدهم بقى كده، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى كده التناقص بتاعي ايه، مظبوط. ونفضل ماشيين بنفس التسلسل، كل سطر بننقص مجموعة لغاية ما نوصل زي في الاول خالص مجموعة واحدة. وصلنا لاخر سطر، برضو هطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف في الشغل، وهاخد لفة، مش هخش هنا في الفراغ، هخش في الفراغ اللي ما بين المجموعتين، اعمل مجموعة. ادي واحد اتنين تلاتة، واخد سلسلة واخد لفة واخش هنا في اخر فراغ اعمل ايه، عمود بالشكل ده. وكده القطعة ربعناها. حلوة قوي بصراحة، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.